السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة ميم أربيع. النهاردة هنتكلم على الكود بي اس 1192 الجزء الرابع اللي صدر في 2014، وده يعتبر بيتكلم على موضوع الكوبريشن أو موضوع الكوبي وإزاي نحط المعلومات المهمة للراجل اللي هيشغل المبنى. يعني هو بيتكلم على مرحلة ما بعد الكونستراكشن. طيب المرحلة دي كنا عشان نعملها كنا بناخد وقت كبير جدا، كنا بنضطر ان احنا نعمل جدول بتاع الرومز، وكل روم بنبدأ ندخل فيها المعلومات، فكان بياخد وقت طويل جدا مننا. مانوال كان تقريبا بياخد 3 4 شهور 5 شهور حسب حجم المبنى. دلوقتي لا، يعني هتلاقي نفسك كده مشترط او كاتب ان لو انت شغال بيم لازم يطلع اوتوماتيك، ما فيش حاجة اسمها حاجة تتعمل مانوال. لا، بتدوس على زرار يروح مصدر لي المعلومات، لان انا بدخل الداتا كلها. احنا شرحنا ازاي نعمل الملف الكوبي وشرحنا الموضوع بالتفصيل على قناة بيم اريبيا على اليوتيوب. هو انا بيقول لك ان الكود دوت مرتبط بثلاث اكواد تانيين، اللي هو البي اس 1192 2007، وده كان خاص بالاوتوكاد، وفي بي اس 1192 الاصدار الثاني، وده من اهم الاكواد، والبي اس 1192 الجزء الثالث ده خاص بالاوبريشن. قريب جدا الثلاث اكواد دول هيتعمل لهم هولد او هيختفوا، لان هيعتمدوا على الايزو قريب زي ما شرحنا قبل كده. طيب هو بيقول لك ان البي اس 1290 الجزء الرابع والاجزاء اللي فاتت كلها ده بيشرح فكره البيم عن في اليو كي. في دول كتيره بتتبع نفس الكود دوت، زي مثلا كندا، زي استراليا، يعني في بعض الدول واخده كوبي بيست او بتعدل حاجات بسيطه بس يعني. تمام. طيب هنا هيتكلم على موضوع الكوبي. طيب هو هنا هتلاقي شرح الصورة دي، احنا شرحناها بالتفصيل ان البيم عشان اعرف احنا شغالين صح ولا لا، فبنقسمه ليفل 0، ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3. ما حدش وصل لليفل 3 حتى الان، لذلك هو شبه مبهم بس محطوط له بعض القواعد. ليفل 0 يبقى انت شغال بيم بس ممكن شغال من غير قواعد، شغال كل حاجه لوحدها، ما مش هتقدر تطلع منتج هنا، هتلف حوالين نفسك كتير. ليفل 1 في 2 دي و3 دي بس في جزء ناقص، يعني انت ممكن تكون شغال معماري بس الام اي بي مش موجود، ففي حاجه مش مظبوطه. هنا ليفل 2 كلنا شغالين بيم وكل واحد شغال موديل لوحده، وبنبدا ننسق مع بعض، معمول لينك. ما ينفعش هنا حد يبقى مش عامل بيم او واحد بياخد الشغل على انه اوتوكاد. تمام. يعني مثلا الاستراكشر بيقول له ابعتها لي اوتوكاد، صدر لي الشغل بتاعك الاوتوكاد وانا هشتغل عليه. فلا، لازم كلنا نكون شغالين بيم وعاملين لينك مع بعض. طيب هنا بيتكلم على الكوبي اللي هو كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج، وشرحنا الفكره بتاعته وورينا جدول ان هو عباره عن جدول اكسل، وبيبقى فيه كل المعلومات الخاصه بالمبنى. بدوس فبيروح جايب لي كل الروم الموجوده، وكل روم ايه الحاجات المكان اللي موجود فيها، وقطع الغيار وكل حاجه، بحيث يسهل على الراجل اللي هيشتغل في الصيانه. هو ده الجدول اللي معتمد في بريطانيا. ممكن دول تانية معتمد على حاجات تانية، بس لا، هنا في بريطانيا معتمد على ملف كوبي. هنا بيبدا يقسم لي الملف عامل ازاي. هنا بيقول لي الزون مثلا اتقسم، لازم تحط اللوكيشن، السيستم بيبقى فيها الكومبوننت وفيها التايب. التايب ده اللي هو مثلا ايه، مكن الاير هاند يونت كومبوننت، نقدر نقول ايه مكنه الاير هاند يونت. يعني التايب ديت بيبقى فيها 100 مكنه او 100 كومبوننت من الكومبوننت. الكومبوننت دي نقدر نقول ان هي انستنس في الريفت. تمام. فهو هنا بقى بيبدا يقسم لي حسب الزون، حسب الفلور، حسب التايب، حسب السيستم. الزون بينقسم لكذا سبيس وهكذا، وهنبدا نشوف ان هو رابط بينهم. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا قبل ما ابدا شغل بكون قعدت مع الاي اي ار وعرفت منه هو عايز ايه، وقعدت مع الراجل اللي هو خاص بالاوبريشن ايه المعلومات المهمه عنده. انا مش عايز احط له معلومات اكتر من لازم، ومش عايز احط له حاجه ناقصه. تمام. طيب الاكواد اللي احنا شغالين بيها قلنا الثلاثه دول، ناقص الكود هنضيفه معانا البي اس ايزو 16739، ده خاص بالاندستري فاونديشن كلاسز، وده اتكلمنا عنه امبارح في فيديو على اليوتيوب. بيقول لي الاسيت، الاسيت دي اللي هي المكن او الحاجات الميكانيكال اكويبمنت او الكتريكال اكويبمنت. الكومبوننت، الفاسيلتي، الفلور، السبيس. هو هيبدا يربط لي بين الحاجات ديت،
سيستم مثلا، سيستم ميكانيكا، سيستم كهرباء. الزون بيتكون من كذا سبيس. بعد كده بيناقش بقى موضوع الكونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكشينج اللي هو ملف الكوبي، ولازم يتكتب بالشكل دوت. اول 3 حروف كابيتال والحرفين التانيين سمول، وده بيقول لك الاكواد اللي انت ممكن تلاقي فيها معلومات اكتر. ده كود ده خاص بالاي اف سي. الاي اي ار اللي هو المتطلبات بتاعه المالك، تقعد معاه وتعرف هو عايز ايه بالظبط. طيب الاوبريشن انفورميشن، دول 3 حاجات بيبقوا موجودين في ملف الكوبي، بس ما بيخرجوش من ملف البيم الاصلي، يعني ما بيخرجش من الملف اللي انت شغال عليه، لا بتكتبهم مانوال. تمام. الجوب دي اللي هي التاسكات، مثلا هعمل صيانه مثلا، سواء صيانه دوريه او في حاجه مثلا متخطط لها مش متخطط لها. تمام. الجوب دي بتبدا تكتبهم. الاوبريشن انفورميشن دي المعلومات الخاصه بالاوبريشن. الريسورس ايه الحاجات اللي انا هعمل صيانه، تمام، ومحتاج ريسورس معين، محتاج مثلا ماتيريال معينه او ادوات صيانه او اشخاص معينين. هكتب مثلا ان انا عندي الجوب هنا ان انا هعمل صيانه لمكنه التكييف اللي موجوده في الروم كذا كذا كذا، والريسورس اللي انا محتاجها محتاج عمال صيانه ومحتاج مكان معين. الاجبار اللي هي قطع الغيار، ايه قطع الغيار اللي محتاجها انها تتغير. تمام. طيب الكونكشن، الربط بين الاثنين كومبوننت او اكتر. الكونتاكت ده مهم قوي، اسامي الاشخاص اللي موجودين في الفاسيلتي لايف سايكل، ومهم جدا الشخص اللي عمل ملف كوبي ده لازم يكتب اسمه وتليفونه وعنوانه وكل حاجه. الكوردينيشن كل حاجه مكتوبه فين بالظبط. هنبدأ نشوف ايه الحاجات المهمة في الكود دوت. هنا بيقول لي مثلا ان الديزاين والكونتراكتور ايه الحاجات المطلوبة منهم، السبلاي تشين ايه الحاجات المطلوبة منه اللي هو المورد، ايه الحاجات اللي هو المفروض يديه للأهالي. تمام. لازم تقعد معاه وتعرف ايه الحاجات اللي انت محتاجها، يعني مثلا الامبلوير لازم يقعد ويقول لك ايه الحاجات اللي هو محتاجها، والانفورميشن بروفايل يبدأ يجمع المعلومات ويبدأ يديني المعلومات اللي احنا محتاجينها في ملف الكوبي، وبعد كده يبعتها للانفورميشن ريسيرفر يبدأ يستقبل المعلومات ويتأكد من محتوياتها، وبعد كده يبعتها للمالك. طبعا مش الملك هو اللي هيعمل، الملك المفروض معاه ناس فاهمة في البيم وفاهمة في ملف الكوبي، فتقدر تراجع المعلومات لو موافق عليها اوكي، لو مش موافق عليها بيبدأ نعمل كريت للملف الكوبي ده تاني. هو بنستلم الـ AIR ايه الحاجات اللي الملك محتاجها، ونبدأ نطور فيها ونبدأ نشوف نعملها. تمام. يعني ممكن نقول لك انا في معلومات معينة محتاجها جدا عشان موضوع الصيانة، ممكن يقول لك انا مش محتاجها، ممكن مثلا يقول لك انا عايز الشجر والزرع والنخل تديني الحاجات، يعني كل بلحة تقول لي محتاجة تزرعها امتى، تتحط في الملف الكوبي بتاعي. اه ممكن في فنادق مثلا، اه انا محتاج الموضوع دوت. في بعض الاماكن يقول لك لا مش للدرجه دي يعني. تمام. فبنبدا نشوف ايه الحاجات اللي هي المهمه بالنسبه لنا ونركز عليها. يعني على سبيل المثال ممكن المالك مثلا يقول لك انا مهتم بالكوست، مهتم بالكربون، الانبعاثات المضره اللي بتخرج من المباني، مهتم بالانرجي، مهتم بالويست، مهتم بالميه مثلا عايز اوفر وبتاع. فبنبدا نشوف ايه الحاجات اللي هو مهمه بالنسبه له، وبنبدأ بقى نشوف موضوع التشغيل، ايه الحاجات مثلا الجوب هتبدأ امتى وهتخلص امتى، والاوبريشن وهكذا. الصيانة ريبليسمنت، نبدأ نحط ايه الحاجات المفروض تعملها تبديل امتى. ايوه دي بقى مهمة جدا، دي الربط بين العناصر، يعني every space should be assigned to one floor، تبقى في محطوط فلور، مفيش حاجة اسمها سبيس في الهوا. يعني لو في سبيس في مكان فاضي لازم تعمل فلور ليه. تمام. ولازم كل سبيس بيبقى assigned to one zone او اكتر، يعني انا راح قايل لك at least one zone، وكل فلور and zone should be have least one space. ما ينفعش يبقى في زون مش مكونه من على الاقل سبيس واحده، وما ينفعش يبقى فلور فاضيه من غيرها خالص. تمام. فدي علاقه بين العناصر وبعض، وكل كومبوننت لازم تبقى على الاقل موجوده في وان سبيس، ما ينفعش كومبوننت في الهواء، وكل كومبوننت تبقى على محطوطه في وان تايم،
يعني ما ينفعش اقول ايه، انا عندي مكنه تكييف بس ما عنديش الطيب دوت، ما عنديش مكن تكييف، لا لازم يعني زي مثلا الدور بيبقى في عندي انستنس دور باب معين، وفي الكومبوننت او الطيب ان انا عندي ابواب، فلازم الكاتيجوري تبقى موجوده، ولازم يكون في كل ريفرنس في الشيت، وكل طيب بيبقى على الاقل في واحد وان كومبوننت، والا مش هيتسطر يعني، لو هو فاضيه خلاص مش هيتسطر. هنا بقى بيقول لي شكل الداتا هتبقى مكتوبه ازاي، الفرامل بتاعتها، الكومبوننت، الجوب، وهكذا، بيوضح لي الشكل. احنا شفناه في جدول الاكسل بشكل واضح، تمام. هنا بقى بيقول لي الاسامي لازم تكون عباره عن حروف سواء كابيتال او سمول، والارقام. الكونتاكت لازم طبعا هتحط الايميل، فلازم يكون في ات، لو انت ما حطيتش الات يبقى كده في غلط، ما يبقاش في الاختصارات ديت. دي طريقة كتابة التسميات.